يعني انا بس لو سمحت لي بس ارد على الجزء الخاص بينا، وطبعا معالي وزير الصحه تكمل الباقي. الخطه اللي احنا قدمناها يوم الثلاث، احنا قدمنا ملامحها بعد الخطه اللي قلناها مش هيبقى فيه كلمه كثافات، فعاوزين اولياء الامور ما يرددوش كلمه كثافات، لان الخطه كلها بتهدف لتقليل توزيع الولاد بحيث ما يبقاش فيه كثافات. بنتكلم على فصول فيها 15 او 20 طفل مش 70 و80 طفل. فالخوف الناتج عن الصوره اللي كانت موجوده قبل الكورونا مش لازم ننقله للوقتي، لان الهدف كله من الايام اللي احنا قلنا فيها حضور وغياب وهنوزع الولاد ازاي هو ده بالظبط. فاحنا من دورنا بنحاول نعتني طبعا ننفذ تعليمات وزاره الصحه فيما يختص بالتعقيم والتهويه وطريقه الدخول والمسافات والكثافات في الفصول طبعا كشرط اساسي. يبقى التزام الاولاد والمعلمين بقى ببقيه الاحترازات، ويمكن معالي وزاره الصحه تضيف للنقطه دي، بس انا بطمن حضرتك واولياء الامور ان احنا مهتمين جدا، عشان كده خلينا مدير المدارس يعملوا جداول تضمن ان في المباني اللي هم بيتحركوا فيها والحوش اللي شكله كده والفصل اللي سعته كذا ما يزيد ما يقلش المسافه بين الطلاب عن حاجه معينه. ده هدفنا في المرحله دي، تسكين الولاد بالشكل.